صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله وأصدر قانون رقم خمسة لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1979. وجاء في القانون المادة الأولى يعدل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات على النحو المرافق لهذا القانون. المادة الثانية تحل عبارة مملكة البحرين محل عبارة دولة البحرين أينما وردت في عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات.